الفنان باسم سمره وإدوارد وبعض النجوم اللي حضروا فيلم الدنيا مقلوبه احتفلوا من ايام بالعرض الخاص للفيلم واللي بدا بدور العرض. العرض الخاص اتعمل في سينما كايرو في وسط البلد وسط زحام شديد من بعض وسائل الاعلام. النجم المميز باسم سمره بيلعب بطوله فيلم الدنيا مقلوبه والاول مره بيجسد دور اقرب الى الفانتازيا. عرب وود قابلت باسم وكلمنا عن الفيلم ودوره وعن جديده وخصوصا مسلسل بين السرايات. يلا نشوف لقاء باسم. والله يا روتانا منوره النهارده في افتتاح فيلم دنيا مقلوبه وانا مبسوط جدا كل النجوم موجودين ادوار وعلا واحمد وان شاء الله الفيلم يعجب الناس. هو فيلم فانتازيا دمه خفيف وعامل فيه دور شخص امريكاني بيحاول يسافر لمصر عشان يكون مستقبله. فيلم عجبك ودمه خفيف قوي. ما هو ده الافيه، هو ادوار العامل المصري وانا العامل الامريكاني. طبعا عندنا لوك مختلف في الشعر في الاداء. انا مبسوط بالتجربه اجمالا واتمنى الناس تتبسط برضو بالعرض. النهارده كان اول يوم ليا في بين السرايات، لسه مخلص تصوير وجاي حتى بهدوم الشغل. فالتوفيق يا رب وجود لك روتانا. الفنان ادوارد بيشارك في فيلم الدنيا مقلوبه بدور يعتبر نقله على مستوى الكوميديا بالنسبه له، وبيلعب دور شاب مرفه بيعيش في مصر وبيسعى لاحضار صديقه الانتيم اللي بيعاني في امريكا واللي هو باسم سمره. طبعا ما حدش فاهم حاجه، تعالوا نفهم ايه الحكايه من ادوارد. انا عامل دور المصري اللي عايش في مصر مرفه جدا ومبسوط جدا، وباسم هو صاحبي الامريكاني اللي بعد فتره كبيره بيبقى عايز يجي ياخد الفيزا المصريه عشان يجي في مصر ومش عارف ياخدها، وانا طول الفيلم زعلان على صاحبي دون، وطول الفيلم في كل المشاهد بقول الحمد لله ان احنا عايشين في مصر. عرب وود كان ليها لقاءات مع بعض المشاركين في الفيلم زي الممثل محمد الشربيني اللي شارك في احد الادوار، وكمان قابلنا المطرب محمد عواد اللي اغنى اغنيه الفيلم. تعال نشوف قالوا ايه عن الفيلم. انا دوري في الفيلم بعمل جوفاني في المافيا في ايطاليا، عامل نيولوك جديد طبعا هيبقى مفاجاه الفيلم ان شاء الله، وبهرب باسم سمره من ايطاليا لامريكا على مصر، وبتحصل احداث في الصحراء ومفاجآت، مش عايز احرق احداث الفيلم يعني. والله الاغنيه اغنيه الفيلم اسمها الدنيا مقلوبه من كلمات الشاعر عبد المنعم طه والحان منعم وتوزيع اشرف البرنس. الاغنيه يعني الفيلم مش عايز بقى احرق الموضوع، الفيلم ان هو انا مطرب بغني في امريكا، مطرب مصري بغني في امريكا، ومفروض ان هي الزي الفرعوني اول مره البس الزي ده، طبعا زي الفرعوني، والحمد لله يعني صداها كويس مع الناس، ويا مسهل يا رب يا مسهل يا رب. الدنيا مقلوبه يا عمي مقلوبه، الدنيا مقلوبه واللي علي علي والرخيص غلي. استوب 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 خلاص بقينا التوب. وكان لازم عشان نفهم حكايه فيلم الدنيا مقلوبه وموضوع الغريب على السينما المصريه اننا نقابل مؤلفه السيناريست محمد قناوي. قناوي كلمنا عن فكره الفيلم وازاي قدر يوصلها للفانتازيا لحد ما وصلت دلوقتي وخرجت للنور. تفاصيل اكتر هنعرفها منه. الفكره جات لي وانا في امريكا، وكان في صديق ليا هناك بقاله اكتر من 40 سنه، فكنا بنروح اماكن كتير وكان بيقول لي هنا ده من 40 سنه كان كذا وعندنا في مصر كذا والدولار كان بكذا وفي مصر بكذا. اكتشفت ان احنا من 40 50 سنه كان في عندنا حاجات افضل من امريكا، فمن هنا جات لي فكره الفيلم. الفكره تقيله شويه فكنت لازم اتناولها باطار كوميدي. الفيلم لايت كوميدي، حاولت امزج فيه كل اللي انا عاوز اعرضه من مشاكل خاصه بمصر طبعا من خلال الكونتراست اللي انا عملته في الفيلم. يعني الفيلم حلم لكل المصريين، واخد بال حضرتك؟ انا ببهدي الفيلم ده ل 90 مليون مصري، بقول لهم احنا كلنا بنتمنى ان مصر تبقى زي ما احنا صورناها في الفيلم، وتعالوا نشوف بقى هنوصل لكده ازاي. تعالوا نشتغل. كلنا مصريين، ده عنوان الندوة اللي أقيمت للفنان محمد صبحي في جامعة الأهرام الكندية ب 6 أكتوبر بهدف مناقشة الشباب ودعم إحساسهم الوطني. الدكتورة ليلى عبد المجيد عميد جامعة الأهرام الكندية حضرت طبعا الندوة مع الفنان محمد صبحي، وتم تناول موضوعات كتيرة جدا ومهمة. يلا نشوف حالا جزء من الندوة. Nah.
أعزائي فلذات أكبادي. ما تقلقوش مش هعملكوا طابور. الحقيقة اكتشفت، اوعوا تحبطوا يعني، أنا مش بحبطكوا بس بقول لكم الإحباط اللي حصل لي، إن أنا لقيت إن مشاريع الصحراء عايزة مال قارون وعايزة صبر أيوب وعمر نوح، ثلاث حاجات صعبة أوي. فالحقيقة الدولة، لازم أقول الدولة مش مؤمنة، مش مؤمنة بأن مشاريع الصحراء محتاجة ده. فلما حد بيجي يعمل مشروع في الصحراء بيقولوا بس ده هيكسب، ده اشترى الدولة، الدولة اتنهبت. مش قادرين يفهموا ان دور الدولة لازم يقول اللي هيبني مصنع واللي هيبني جامعة واللي هيبني مسرح ياخد الارض ببلاش، ده لابوس ايده ياخد الارض ببلاش من غير ولا تعريفة. لان الجامعة لما اتبنت هنا هي علت سعر الارض اللي جنبيها، مش غلت سعر ارضها هي، يمكن لما هيشتري الارض اللي جنبه هو غلى على نفسه. كامل عرب وود قابلت الفنان الكبير محمد صبحي اللي اطلق مبادره كلنا مصريين وكلمنا عنها، وقال لنا كمان وجهه نظره في اسباب انضمام بعض الشباب للجماعات الارهابيه. تعالوا نشوف قال ايه. مهم جدا ان احنا نكلم شبابنا حاجه من اتنين، يا اما هيلبوا نداء مصر ليهم وده اللي بنمثله، يا اما هيلبوا نداء اعدائها. وهنا مش عايزين نروح في شباب انا بسميهم مخاصمين مصر، زعلانين من مصر، مقموصين من مصر، لا يعتدوا عليها، ولكن دول اللي نروح لهم ونتكلم معهم. ده مش معناه ان انا جاي للناس مقموصين او العكس، بس ده بيطالبهم بان كل واحد يستطيع انه يؤثر في 10 من زمايله ان ازاي ينتموا للبلد دي. نقص في الدين، ما حدش من الارهابيين هيجي الواحد متمكن وعقله واعي ويقول له فجر نفسك. الدكتورة ليلى عبد المجيد عميد كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية شاركت في المبادرة، وفي حوارها مع عربوت كلمتنا عن سبب إقامة المبادرة وأهمية وجود الفنان محمد صبحي للنقاش مع الطلبة. الحياة الندوة النهاردة ما كانتش بس بتتكلم على الأستاذ صبحي الفنان، وهو فنان عظيم قدم تراث عظيم من المسرحيات ومن الدراما ومن الأفلام، وساهم في اكتشاف العشرات والمئات من الشباب الموهوب وقدموا معاه منذ كانوا أطفالا حتى أصبحوا فنانين كبار شباب. ولكن بنتكلم كمان عن دور المجتمع للفن، الفن دوره مهم جدا، والحقيقة الأستاذ صبحي بقدوة ونموذج من خلال أعماله، كان بيقدم فن راقي، فن محترم، فعلا بيخاطب عقولنا، بيخاطب أحاسيسنا ووجداننا وعواطفنا، كلنا تعلمنا منها وكلنا اكتسبنا قيم سلوكية من في هذا السياق. لكن النهاردة كمان دكتور أستاذ صبحي كان بيتكلم على الدور المجتمعي للفنان الإنسان من خلال مبادرات، وأهمها مبادرة اللي هو يعني بيشتغل عليها دلوقتي اللي هي معا لتطوير العشوائيات، فعلا العشوائيات قنبلة موقوتة. وبكده خلصت حلقتنا النهاردة من عربوت، وطبعا ما تنسوش كمان تتابعونا من خلال مشاركاتكم معنا على السوشيال ميديا، على الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. هتوحشونا، سلام.